مريم خيمة. ما تقوليش صباح الخير، العربي تندخل ببعضها، ينزلوا تحت الأرض. اسكتي. أمال أقول لك إيه؟ صباح الزفت والطين على دماغك. ما تقوليش أي حاجة فيها تحية. أقول لك صباح النور. أربع حالات تسمم واتنين لوز. أمال أقول لك إيه طه؟ اسكتي، ما تقوليش اصحي الصبح وقولي هه. أقول لك إيه؟ هه. طب افرض نايم وعايزة أصحيه. صحيني. ماشي. إنما بتفتحي حركك بيحصل حوادث. يوه، هو كل يوم في نفس المكان ده حادثة؟ معلش معلش يا أهل الشارع، ما حدش يعمل في المكان ده حادثة بكرة. إيه رأيك بكرة نعمل حادثة هنا ولا نعملها هنا وننزل بورك حائط مع فاصة شيء كده؟ هتتريق عليا يا مخمر. ما انت يعني اللي معصبك في مكان الحادثه. انا اقول لك الحادثه دي مش عربيتين خبطوا في بعضيهم؟ يعني في ناس اتعوروا، هيجروا لك شيل الناس دول وحطهم في مدخل العماره، صح؟ صح. والناس دي دم هيسيح على الارض، واللي طالع واللي نازل يحطه يده كده اهو في الدم ويعمل لي كده اهو في الحيطه، وانا انضف في الارض وانضف في الحيطه. يحط يده في الدم ويعمل كده اهي في الحيطه؟ ايوه. يكتبوا بقى حج مبرور وذنب مغفور. دي حادثة مش رحلة عمرة. دي حادثة. أيوة حادثة، يعني عربيتين خبطوا ببعض مش عايزاخزخوا بعض. أصل أنا بحب منظر الدم قوي. أنت سفاح؟ لا أنا حشاش. بص يا هشام، حادثة دي بتتقال بتكشيري. طب استنى كده أجربها تاني، استنى كده. دي حادثة. أنت كده عامل حادثة يا هشام. اهدى كده. بص العربيتين عاملين ازاي وايه الشغله ماشيه ازاي، يا تسرع يا تسرع، ايه الشارع يخلص. هي دي سرعه يا هشام؟ شفتنيش انت حدانا في البلد؟ كنت اسوق الدموسه اقعد اخمس بيها اخمس بيها لحد ما تنزل زبده. ايام والله شجاع. والله العظيم ثلاثه وربك اللي خلقك، احنا المفروض نسيبهم كده في العربيات لحد ما يتعجنوا. يا خيمر إيه؟ تعالى يا عم بسرعه لحق الست. يا الف سلامه. الست عماله تنازل، يلا بسرعه. يا رب بالراحه عليها يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه بالراحه. استر يا رب. تعالي يا اختي. يا رب ارزقنا كل يوم حادثه. مش قادره. انا اللي مش قادر. يا مؤاخذة، ايه الانفلات الامني اللي انت فيه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اعوذ بالله من الخمس الخبائث. عايز من الخمس، انت داخله حمام. ما هو اصل ده مش وش خالص. انت ما شفتنيش قبل الحادثة، كنت شبه احمد عز والله. ايه بس الخضة بس يا هاني. ربنا يسامحك يا شيخة، ربنا يسامحك. صحتيني من حلم جميل. انت كنت بتحلم بايه؟ كنت بحلم بالبت اللي بحبها انا وصاحبي. الله. وهي؟ وهي ما كانتش بتحبنا، كانت بتحب واحد تالت خالص. طب انت عارف مين التالت؟ مين؟ انا. انت؟ يعني انت وصاحبي بتخنوني؟ يا عم زعلان ليه يا عم؟ ده البنات في الحلم رزق. ما انا عارف ان البنات في الحلم رزق، بس ابوها كان ماسك في ايده بالونه. يبقى ابوها ينفخك. قعدت اجري وهو يجري ورايا، انا اجري وشعري يطير، انا اجري وشعري يطير. انت كذاب قوي. فين شعرك اللي طار ده؟ ما هو طار. طب يا جدعان الشغله كده مش هتنفع. بصوا الحادثه قدام المحل، وانا كده مش عارف افتح الدكان والورد هيموت جوه، ده ما اكلش من امبارح ومصحى. اتكلم عادل يلا، في مكان هتعرف تعدي منه؟ في ايه؟ تعالى هوريك. فين اخويا؟ احترم الضيوف. بس تعالى يا ست هاني. اللهم صل على جمالك يا نبي. ايه الحلاوه؟ قال لي ايه سر جمال شعرك يا هاني؟ وبعدها لك يا مخيمه، انت كل ما تشوف لي واحده تقول لها ايه سر جمال شعرك؟ ذمه ودين، عمري قلت لك ايه سر جمال شعرك؟ لا، عشان انت مش واحده، انت زميل المهنه. بقى انا الحلاوه اتجوزك انت. انا داني كنت موقفه شباب البلد على رد. طبعا مش كنت بتبيع عيش، كانوا واقفين يشتروا. واقفين يتفرجوا على جمالك يعني. اتلم يا مخيمر. مش هتلم. اتلم يا مخيمر بدل ما لمك قدام الناس. خلاص اتلميت. ولا 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 حشوم يا سيد، حشوم يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، حشوم يا سيد، سيد. هو مين سيد اللي عم تندهي عليه ده يا ست فاكيها؟ مالك؟ فيه الزنبلوطه دي؟ فرح ده ولا عزا ولا طهور ولا ايه ده يا بنت؟ لا دي حادثه بعيد عنيكي. وبعيد عني ليه؟ انا تحت منا. ايه نعمل لك ايه يا ست فاكيها دلوقتي؟ طب والنبي شوفي لي محمود جوزي تحت العجل، قال انا دايما بدعي له.
لا يا ست فكيه، دي حادثه من برا الشارع، والست ده هي اللي عاملاه. البت اللي هناك دي هي اللي عملت الحادثه؟ ايوه دي فورتيكا. جريه يا عم اللمبي، مالك؟ البت مزه وحلوه وطعمه، سيبيها في حالها. لا انت ما شفتنيش ايام زمان، ده انا كنت قمر ولا نجاح الموج. انت عايزه مني انا ايه دلوقتي؟ والنبي اما تشوف محمود جوزي، اله يا رب ينفخ كرشه ويشفط شفايفه والارداف يا رب يعني انحتها كده. ايه ده؟ ايه ده؟ فين ده؟ عند مركز التجميل اللي على اول الناصيه. بقول لك ايه، خشي دوا بدل ما اديكي 100 بلغه على وشي. يا سلام على حنيتك وطيبتك. بس عشان بضعف قدام نظره عينيكي. يا سلام، فينك قبل ما اتجوز الصرماطي؟ كان زماني مربوه بقد الدنيا. الحمد لله ربنا نجاني. بقول لك ايه، جابليني في جنينه الحيوانات الساعه 6. يعني يما تديني ميعاد، تديني ميعاد في بيت اهلي. ايه يا عم ده؟ وبعدها لك امال يا ست فاكيه؟ لمي جوزك عمال يتحمرش بيا، هو مفيش ست حلوه هتقدر تقف في الشباك كده شويه ولا ايه يعني؟ مالك يا مخيمه؟ ده بتقول لي جنينه الحيوانات بيت اهلها، بنت السلعوه دي ولا ايه؟ لا، بنت صاحب العماره، بس سبحان الله ربنا شال من دماغها وحط في لسانها. ما انت قلتي صاحب العماره، ربنا ادى المال وخد منه البنون، ما حدش خد المال والبنون الا احمد عبد العزيز وعمر البراعه الصراحه. والمصحف معاه ده وكل اهدى يا ده مش بقول لك اهدى يا جدعان، اقسم بالله العلي العظيم لو ما رفعتوا العربيتين دول لا ارفع عليكم 2 اباتريلا ودغدغ الشارع. ايه يا عم هشام؟ ما عدا انت. ايه ده؟ انت بتخاف منها ليه؟ يا عم انت اللي مصدر لي الاحساس ده. اخبار الاموره ايه؟ نجيب حاجه ساقعه؟ او النبي بليز مثلا حاجه فريش، لو اورنج جوس مثلا. ها؟ مؤاخذه انا اسف. ايه فريش وورنج موز ده؟ يا عاملة حادثة عند فرغلي؟ انت لو كملت تعليمك يا هشام تعرف ايه المورنج جوز ده؟ ايه بقى؟ المورنج جوز ده ما هو الا قليل من المورنج مضاف عليه 5 مللي جرام من الجوز. يا ريت مخرجنا يخش لنا زوم على الكوباية. لو سمحت يا شيف. ايوه. ممكن اعرف طريقة عمل عجينة البيتزا؟ الأولاد عندي بيحبوها. لا مؤاخذة شيف شربين، أنا آسف معلش، لو سمحت هو طريقة لف الكروم بنفس طريقة لف السجاير ولا بتختلف؟ معلش ستاني، أهل الحارة بس بيرحبوا بيكي. ما خلاص يا دم عمار، ما حد يروح يجيب حاجة ساقعة من عند عم علي وعلي، ويا عم عبده روح هات الكرسي اللي عنديهم ده. هو أستاذ عبده احترم نفسك، انت مراد بواب. يعني ايه مراد بواب؟ يعني تروح السوق تجيب الخضار، تجيب خيار، تجيب كروت شحن. انت مراد بواب. يعني ايه مراد بواب؟ يعني شايفاني التهزيل؟ عمال يقول لك مراد سيف تسكتي، خليتي بورسي يتريق علينا. ماشي، عايزين الكرسي ده؟ ايوه اهو. ايدك يا دي عبده من على الكرسي لا تهالك. جري يا غجر في ايه؟ مفيش احترام للأشياء ولا ايه؟ لا معلش يا عم علي معلش، بس احنا والنبي كنا محتاجين الكرسي ده ضروري. بس انت ازاي اصلا تمد ايدك على الكرسي بتاعي من غير استئذان؟ غور يا دي عبده من هنا نجر. استاذ عبده احترم نفسك، انت بقال هات الكرسي بس ثواني. فيه ايه؟ يلا يا غور من هنا، مفيش كراسي، الكرسي ده بتاعنا. لا الكرسي ده بتاعنا يا علي. لا بتاعنا يا علي. بتاعنا يا علي. بتاعنا. بتاعنا. الكرسي ده بتاعنا يا علي. لا بتاعنا يا علي، وانا ممكن اثبت لك دلوقتي انه بتاعنا. الكرسي ده اللي هو ده ولا ده؟ ده بتاعنا اهو. لا ده بتاعنا ده، وانا اثبت لك. وانت اثبت لي ازاي؟ لف كده. انا روايه محترمه عيب. ده دماغك راحت فين؟ قصدي لف عشان اثبت لك. انا لف؟ اه. طب معاك بفره؟ يا علي لف مش رول. اه لف انا اهو. انت لف. اه احمدك يا رب، انكشفت الحقيقه. شفت يا استاذ؟ انت بنطلونك سليم يا استاذ.
وانا بنطلوني مقطوع اهو. تا 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 دمتش دمتش. ايوه وصلت لدمدش يا علي. ايوه وصلت. طب ويعني ايه اللي قطع البنطلون؟ الكرسي ده يا استاذ فيه مسمار اهو، وانا اللي دقه تخليدا لذكرى صديقي سليمان الحلبي. لا الكرسي ده المسمار طلع فيه طبيعي، وانا ممكن اثبت لك. طب اثبت لي. طب لف لف وانت مغمض عينيك، عشان انا بدل الكراسي وانت مش هتعرفهم من بعضيهم، فتعرف ان الكرسي ده مش هو الكرسي ده. طيب يا سيدي، بس انا علي البنطلون مقطوع مش هينفع اغمض. غمض عينيك وانا بقول لك غمض البنطلون. اه ماشي بدلهم يا سيدي. اهو اهو. فين بقى الكرسي بتاعك؟ ما هو قال هيبدلهم، انا اختار التاني طبعا. اهو الكرسي بتاعي اهو. ظهرت الحقيقه، انا ما بدلتهمش يا راجل يا اهبل يا اهبل يا راجل يا اهبل يا عبيط. الله يسامحك. ايه ده؟ إيه؟ حادثة علي. اه حادثة. ياه ده انا من زمان قوي علي ما شفتش حادثة خالص، عارف من ايام حادثة دونشواي. يا نهار ابيض، بتاعت الزعيم مصطفى كامل؟ اه، اما الزعيم مصطفى كامل وقف في وسط الميدان وقال تسلم الايادي، كان هو والزعيم ابوسي، فاكر؟ اه كانوا هما الاثنين بيغنوا. اه وكان معاهم الزعيم مين التالت؟ هشام عباس. اه يعني انت رايك يا ست هاني ان الباديكير الموف يمشي مع البادي الكارينا الاصفر؟ اصل انا قلبي اتفتح لك وعايزك اقول لك. احكي لي من الاول حادثه. ولا حاجه، انا كنت بتكلم في التليفون وماشيه وفجاه لقيت قدامي العربيه دي وخبطنا في بعض. ما شفتيهوشي؟ لا ما يستاهلوشي. ما هو انا كنت بكلم في التليفون. مؤاخذة يا استاذة، يعني انا اسف، يعني حضرتك انت اصلا داخلة شارع معفن. ده شارعنا شارع معفن، وبعدين اصلا يا استاذة الشارع ده اصلا وان واي. طب وايه المشكلة دي؟ حرية شخصية. ما خلاص يا عم هشام هتصدعنا. ومشعف مؤاخذة اقسم بالله والله العظيم مؤاخذة، انا بس بفهمها ومشعف ان هو وان واي اقسم بالله. هو بيتكلم صح، الشارع ما تجيبي بوسة يا هاني. اتلم يا مخامر. حاضر اتلميت. طب ما تكلمي اهلك على الموبايل. ايوه انا عايزه اكلم مامي وبابي، يعني عايزه اقول لهم اللي حصل في الحادثه، بس انا عايزه الموبايل بتاعي. ما تشوفيه فين الموبايل؟ تشوفيه فين؟ فين؟ مش لاقيه الموبايل. ايه مش لاقيه الموبايل؟ ليكون السرق. موبايل السرق. موبايل بتاعهم اتسرق. فاكر الموبايل بتاعك يا علي لما اتسرق؟ لا موبايلك انت اللي اتسرق يا علي. لا موبايلك انت يا علي اللي اتسرق، انا فاكر. لا والله موبايلك انت، انا موبايلي في جيبي اهو. ده موبايل انا اللي في جيبك اهو. موبايلك انت ازاي في جيبي بقى؟ اهو اهو بص مكتوب عليها اهو، انا نمرتي ومكتوب عليها انا. اه ده متسجل انا. اه انا. لو ده موبايلك كان هيبقى مكتوب انت. ده موبايل انا، موبايلك السرق يا راجل يا اهبل يا اهبل. ده موبايل اهو، لو حد عايز موبايل الموبايل موجود اهو. بس بس بس، الموبايل طالما اتسرق يبقى نتفتش. اه احنا فعلا كلنا نتفتش، وعم علي وعلي هو كمان هيتفتش. ايه ده؟ لا بص انا ما اتفشتش. لا علي انا اللي ما بتفتش. انا اللي ما بتفشتش. لا انا ما بتفتش، وانت اتفتشت زمان لما كنا بنجيب البتاع. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه علي اللي عملته ده يا علي؟ ايه علي في ايه؟ حرام عليك يا علي، انت ما عندكش قلب يا اخي. ايه اللي حصل؟ كده علي، كده علي خلصت التودو. يا علي ما انا كنت جعان يا علي. وانا قلت لك اللي بحبه. اقعد اقعد. احنا لازما كلنا نتفتش، اكيد اكيد وسط الحادثه واحد لقطه كده ولا كده. احترمي نفسك يا ست، انت بتتكلمي ازاي؟ ده انت مربى واب. خد خد هزك فيا، كله بيهزك. بص مراتك بتقول ايه؟ شفت شمتت فينا عبده كاستور ده؟ استاذ عبده احترم نفسك يا ولد، انت مربى واب. اقسم برب العزه وعز الجليل الله، في نص ساعه لو ما طلعت الموبايل ده لاجيب لك وشك ست قطع. في حدا يا مخمر؟ لا مفيش مفيش، ده انا بس كنت عايزه يعلمني ازاي احول زبده الجاموسه جبنه مثلثات. هتقول لها في ايه؟ مفيش حاجه يا عم. اروح اشوف الموبايل. روح يا رايق.
انا ميرسي 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 بجد. إيه انت فعلا حد رجالي قوي. الله يخليك. استاذ صح، انا حد رجالي او في مني بني برباط. لا انا قصدي ان انت جد قوي. لا استاذ انا جد بس خاطر العالم دي ما تاخدش عليا، انما انا مع النسوان عسل. اقول لك نكته، بقول لك مره واحده سعيديه. ما خلاص يا عم هشام. طب اقولها لك اما تمشي بقى. عارفه يا مازمازيل، انا ربنا اداني كل حاجه الا رقم تليفونك. الا قولي لي يا ست هانم، هو حضرتك كنت رايحه شغل دلوقتي؟ لا انا كنت مروحه. نعم مروحه البيت الساعه 7 الصبح. المشكله 7 الصبح؟ مروحه 7 الصبح يا علي؟ انت بتشتغل ايه دي؟ اكيد ما دام مروحه 7 الصبح تبقى اكيد ممرضه. ليه بس كده يا علي تسيء الظن بالناس؟ ما ممكن تكون شغاله رقاصه يعني. والله ممكن، ممكن مثلا تكون رقاصه وبتدي حقن. ممكن يا علي ممكن. اصل انا كنت سهرانه عند مهند. في الشقه ولا في المسلسل؟ طب كلمني بعدين بقى. لا انا كنت سهرانه عند مهند في شقته. ودي في الحلقه الكام؟ اقسم بالله اكسر الموبايل، اقسم بالله. على فكره مهند ده يبقى ابن عمتي. قولي والمصحف. بس 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 بس، لقيت الموبايل. الحمد لله يا هانم، فلوسك حرام. امسك يا هانم. 1 2 3. بسم الله ما شاء الله، حيدك مرزاه قوي. ضاع 1 جه 3. طب ده كده مش هيتصل. ليه ناقص حتي؟ تعالي تعالي يا بنت اتصلي من عندي انا، من هنا الدقيقه ب 5 جنيه. لا تعالي اتصلي من عندي والدقيقه ب 4 جنيه. ايه ده يا علي؟ طب عليا بقى الدقيقه ب 5 جنيه. طب عليا انا ب 3 جنيه. طب بالعند فيك يا علي بقى الدقيقه ب 5 جنيه. طب الدقيقه ببلاش وتعالي وخدي 10 جنيه. حرام عليك يا عم علي وعلي الاستغلال ده. هو ده وليه لسه طالعه من وسط الحادثه؟ خلاص بقى يا جدعان، خلاص انا هحلها يا جدعان. خد اختي كلمهم من عندي، كلم امك بقى تجيب ونش وترفع العربيتين دول عشان اشوف اكل عيش، وحددي لي معاها ميعاد. بقول لك ايه يا اختي، انت بتؤمني بالحب من اول حادثه؟ بص اصل انا مش حافظه رقم مامي. مش حافظه رقم امك كده عشان الباقه بقى؟ حافظه انا حافظ رقم امك. تعالي تعالي. ما دي امها اللي هي ام هناء، عارفها؟ لا دي امها ام شيرين يا علي. يا عم ام هناء وانا مسجل نمرتها عندي في الاجنده بتاعتي. لا يا علي انا مسجل نمرتها ام شيرين في الاجنده بتاعتي. ام هناء يا عم تعالى اوريك الاجنده وانت تتاكد بنفسك. وريني يا سيدي. تعالى تعالى. انا مش حافظه رقم مامي لان انا كنت مسجلاه على الموبايل. ما انت غريبه يا ست هانم، حد يسجل رقم امه على الموبايل.